عن أبان التابين الصامت بن عبد الله أن عبادة عبادة عن أبان بن عبد الله أن عبادة بن الصامت بن عبد الله المزني رضي الله عنه قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى وتلا قوله تعالى وقوموا لله قانتين. وتلا قوله تعالى من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. بالله كرير. كرير. صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فصلى وسطها. من الذي روى هذا الحديث؟ جابر بن عبد الله. نعم. عبد الله بن عباس. أنا سيني مالك. سوى الله من الجنة. ستة ثلاثة أسئلة. السؤال الأخير أكمل الحديث فإن غم عليكم فاقتلوا له. أول الحديث. ابدأ من أول الحديث. نعم. إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقتلوا له.